يردي يردي هاي علمي قوة يفتينا ذما هقاي مرنا وودات في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي وانا قالت لقو حوك سدو لقو اذيقتاي وعن فجر لا يفصل كيكم يطمرات في الورع في حالة التعلم مرنوا أسبابها نفله كوينتقالاني مرنوا إليسو حقا لقو أقذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعن فجر لا يفصل كيكم يطمرات في الورع في حالة التعلم وعين وحكي وحل الشيء أن الإمام الشيخ الجليل محمد بن الفضل رحمه الله كان في حال تعلمه لا يأكل من طعام السوق هاشكا السوق أحبك معنى الجليل وكان أبوه يسكن في الرستاق أبهين وحاو دقي تشري توله ويهيئ له طعامه فشكي سوى وسوى ديارين تشري ويدخل عليه يوم الجمعة ما ليت الجمعة ذا أيان وكيرين تشري فرأى في بيت ابنه إن انجيس قرقي سبا وحكوا باركي خبز السوق يوما كمسي أمره لذي سوقا أيوك أركي أقولي ويالا فلم يكلم الله ما حدد ويساخدر عليه إساقه عليه صلى فاعتذر ابنه إن قيس واك عذر دارته أريد فقال وحلي ما اشتريته أنا ولم أرضى به أبا أنه مسوي بسن منرها لك النقونين لك يعني. ولكن أحضره شريكي صاحب كي يمثل زين نبا كين صدي فقال له أبوه وحلي كيري لو كنت تحتاط وتتورع عن مثلي حتى أدداني وبحث وقرأت كحلال ميران يسو لم يجتري شريكك على ذلك ساحب كابك بسو دي فيدي أدوك هاركيبو ماذا ما صامو ديجين هدو أجي هيلات كحن طهي هذا الآذو عجيب أبو حلو وهكذا كانوا يتورعون فلذلك وفقوا للعلم والنشر حتى بقي اسمهم إلى يوم القيامة وهكذا سيدا سوكري كانوا هاي العلو يتورعون قوة حلال بيرتا فلذلك السادة رادت بوفقوا لوافتيا للعلم يو النشر في الفيديس حتى بقي اسمهم إلى ملعوذ وباقنوا إلى يوم القيامة إلى مالت القيامة أي علم قوة أي ملعوذك باقنوا وعولي الشيخ وحكي وحل الشيء أن الإمام الشيخ الجليل محمد بن الفضل وحاولوا يا بين علماء محمد بن الفضل أبو بكر الكماري ابن أبو الوفاء القرشي أيه علي العلام الكبير نين علمه وين بوها وحنود انتي صدح بقول كوبيا سديتكي مركي هجرة دعا حيد سوى سديتن شرع رضي رحمه الله لون حرز كان وحا في حال تعلم لا يأكل من طعام السوق انتظر السوق وحبك معنى الكريم وكان أبوه يسكن في الرستاق أبينا وحا مدقة تولودة أيو دقيت تولوينك تولا أيو دقيت ويهيي له طعامه راشكي سيسي أو سودي يا ويدخل إليه يوم الجمعة ما رأيت شو هذا ممكن يصير نين هذا يه هذا وحلا جاي أبا مرها مرها يمشي مال علمي تهاي ده حتى يقون علمنا هاي بي ده لكن كي علماء يوحي لأرك تشري بي أي جرنا يان سدرات مستوى اللي نوبش يجري مرها نين علماء ها أيوه هذا علمي سيو حدوريا سيدي وكو أرك تشري
ardaydu ay wax ku baran jirtay culimadu ay wax ku bari jireen ayuu ilmihiisa u sabaynayaa marka aan duraashiga soo diyaariyo maalinta jumcada uu keen jiray wii gaab wuxuu cunayo wuxuu soo diyaarinayaa jumcaha ayagoo talaagad haysan iyo maanta waxaynu haysanay ee nimca ah ayuu haddana uu soo diyaarinayaa فرأى في بيت ابنه إن جيس جورجيس يمر وصابق ذي وحقاره خبز السوق كمستي أمر ولدي أمر لحاضر السوق فلم يكلم لما حلل ذي ساخد عن إسقاط وعريس هل مركو إن جنوا قاضي فعت ذي من واقع عذر دارته فقال وعري ما اشتريت وأنا أب ما سوي بسر أنا ولم أرضى به رالنا كمان نقولني كمستي إلا سوي بيو الله يكرم ولكن حضره شريكي وحكيره صاحب كين فقال له ابو حري لو كنت تحتاط وهداد دالي وتتورع ادك حلال ميران ايصو عن مثلي وحنا اوكره لم يجتري كما ديرهن ما ودين شريكك بذلك وحكيره غرياك بسوغليو وهكذا بمثل هذا الورع حلال ميرشداس وكرا اي كانوا علمدي تغيان يتورعون كوا حلال ميرتان مركا حلال ميرتان اي مركا افقود يعلوشو ذكيلة لين حران دي محاد عيب فلذلك وفقوا ساد رديد بان لو وافجوا موافقين بين نغدين كوا الله وافجين للعلم علم يحسرين دي سوى النشر اي علم ينسيفا فيها حتى بقي اسمهم الى يوم القيامة الا مقعود وحري اي حسقود الى مانت قيامة لا يرث الله ورده ومن عليها أيها دي الله آخر السنة يقول له دعيني ورفضني إله يونم بحيوه يعني قف يعني ملايين دي إلى مرد قيامة لحسن يقول له دعيني وانا نيسو قاتل مالين ويتو يعني مقال يرو اللي يسدر ديري وصف يلي يسدر ديري وعلى الكتاب كحليان دمبا وجو إيب كبدنا ذلك فرانسيس كإلا وكريم سدا كتاب الأربعين للإمام النووي بالنقطة. الإمام النووي بس يا 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 يعني هل كأجري ما أنت وقص عضا قال ذا نحدا وقص عضا وفضل إلهي عد وطرول السير. شو حصل عثيمين بوحدة إلهي وحن كبر يا كتاب لم إذا كتبته النووي إسمر كأربعين كير إنه كتبته إذا متكمل ذاك حليمه. يعني يقول ما من بيت مسلم إلا واتكي ليس قول إسلام أبو حلقوا آخر يوم أما أربعين باتكي حتى مرقى هذا يكتو هذا يقول أفرد الحديث قولي كراء ورورين كراء يعني رياض صالحين ما الألوء اللي مجد وأفضل إلهي يحدو دراسيه وحنا يكوي ما ليس إخلاصك إيا إلهي درتي مرقى وقف قوتشيه مرقى ورع يحرى المرشاء سمعية تاسو قرأي ما ليسا ووصى فقيهم وحضر من زهاد الفقهاء فقال كل سعيدين تهي طالب علم العلم من دون أيام أيها الدر داربون فقال لو حري عليك أن تتحرز عن الغيبة وريو حمت إسكائلاني وعن مجالسة المكثار هذا البضني ترق لي إسكائلاني وقال وحري إنما يكثر الكلام هذا الكبضين بيا يسرق عمرك عمرك أقوى حضيا ويضيع أوقاته واختيار هذا أيام حلير أيام ومن الورع وحكم ذا يجتنب أهل الفساد تذكر الفساد في إحماته والمعاصي وتعطيل إيفوري سندا عدل الضه إيبن شرين ذو صاحبك ويجاور الصرحاء تذكر ولا يجتنب الله شاره فإن المجاورة لا شاره مؤثرة من أخصابين وي لا محارد شكلان وأن يجلس وحلا يا شيخ ووصى فقيه وحضر دار من نين فقيه من زهاد الفقهاء فقه هذا كوي زهاد وذا زاهدين داها كمده طالب علم أما طالب العلم وحضر دار مي قولي عليك وحا كركا أن تتحرز عن الغيبة وحا هنت الليلة إلى دسك إلى لسو يعني ضبا يمنا هجبا جريها داي وحكا الشيق مركا ددكا علمدا يدعا داي ديها مسلمين تا يعودي الدين كدكتي أم واحد قال بهين يعني إن ده خاصون لعنة أول الروج أول خمسة دم وياني لكن هو علم هو حسنا يا أم علم قد بركة ويانا يا متشلو علمه هو إلى أجلاء وذر خيسا يعني
marka uu qof weeyba wax in kitaab qaan ku arkayna waxyaalo badan oo aynu arkayna ama inay gabdahay ama ma aan asal diinta ku lahayn waa sheegayna laakiin ku dhaleecayn mayna sheekhii waa sheegayna ku dhaqmi mayna way iskaga badan ku dhaleecayn mayna yaani dhaleeca darkaysa farabadan oo culimada loo soo jeedinayo waxa darkaysa qaar oo dhalaya imaam Suyuuti kan xaatib al-layl habeenni xabaysan iyo xaq xadiiska marka la eego habeenni xabaysan iyo muxuu qaadanaya wax walba uu qaadanaya ila haday gaadhayba de mararka qaarkood waxaan dhageysanayaa sheekh Albani oo su'aal la weydiinayaan dhageystay ya shabab shabab al-imaraat hal yutrahum ala ahli al-bid'a al-bid'a ma loo ducaynaya raximallahu ma loo dhanaya wa ayah al-bid'a mithl an-nawawi wa ibn hajar wa imam an-nawawi iyo ibn hajar al-asqalani saahib al-fath fath al-bukhari ya sa'id al-bukhari nika sharahay oo cid ka marmi karta aanay jirin imam an-nawawi oo maanta cilmiisa cid ka marmaysa ama cid hore uga soo marantay aanay jirin ayaa waxa la maraya raximallahu sheekh loo dhanaya yani heerkaas ee dhalinyaradu mararka qaarkood ay gaadhay qaar ilaa hal gubaba yani gubay waxa dadin la dhawa jireen ba mararka qaar gubay ba marka uu wuxuu dhacayba wayna iska ilaalisay waa aan mujalasatil mikthari iyo ki hadal ka badnaa la fadhiisigiisa hadal badaniyo turugle وقال وعين ما يثر الكلام كهذا الكبدين يا يسرق وح هذا يا أوقات وقتي هذا عمرك أي واحد عمري وك هذا يا ويضيع أوقات وقتي هذا دين وح لين يا هذا البدن نفع بدن كبتشل لأنه دقيقتك الصوء أد وحكف إذا يسن له إذا هذا اللي يترجوه كلها في يوم وحوي وعمر جاي أو نصامي وك هذا وقتي أيوه اللي يوي نا نقطع بالأيام نقطعها وكل يوم مضى جزء من العمر إنا نفرح بالأيام نقطعها ما المها أن ترى إنه ونكفر حينا وكل يوم مضى جزء من العمر ما نك صوتك تانا وغير عمرك أي كم صوتك تي ومن الورع الواحد لا يجتنب أهل الفساد إنه كذا يرى هذا ذات يمرق الفساد يو صاحبك والمعاصي والتعطيل تعديل هو عوية وكوا فريسين هي عاطل وحل قفك بلا عمل كا وكاكو عمل تري عمل تري أذي عشقها يسوى حبر الشكو تشهدو وكوفو غن أيوكو عمل تري وكاتو ريا وحيبا مالكرو كو تشهدين يكو كحين هي وين هدسك إلى لسا ويجاور الصراحة دتك ونكسنا والله شارا فإن المجاورة مؤثرة لا محالة محايرة إلا شاردو إيو لغدو وامد سامينيس haddaad cid wanaagsan la saaxiibtood la jaartana way ku raadeen haddaad cid xun marka la jaartood la ologtana way ku saameyn dii xadiidkii bukhari iyo muslim nawaaki ahaa mathalu jaliisi saalix wa jaliisi suu yani qofka wanaagsan dee la fadhiisigiisu iyo gacun la fadhiisigiisu waxa weeye ka xaamil ilmiski wanaafiq ilkiir dee qofka miskiga iyo udubka xambaarsan iyo ka buufimada xadaadka markaa buufinaya faxamil miski buu nabigu yuhi qofka miskiga xambaarsan saddex midkoodun buu noqonayaa ima an yuxdiyaka waima an tabtaaca minhu waima an tajida minhu riixan tayiba inuu ku siiyo haddaa saaxib waxba laga yidhi hadda qur-aanta ayna iska soo marsay inuu ku yidhaahdo inaad kaba iibisato udubka mala la yaabtaa tiraabada iyo iibi إما إنها إنت لبدأ من دين أروان أكسن أتكه شو أد مرتاح ذا ونافق الكير كاي سو بوفي ماذا فدا كوي يمر كادب كا بوفي لا يا إما يحرق الثياب كذا نفر يسطو جا 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 ذا مر كاف لا إذا كسر دولا يد حوش أي دب كا وش ذا يو أي أقوش هو ذا نعيو مريبة كود الدلولية وين ما أنتج منه ريح خبيثة هي إما إنها كه شد أروحنا هذا المريخ هاي قبلنا ده بور يوم الحمد لله مرحبا وصابيني وصاصة لو عديد بخاري مسلم يريد وأن يجلس أين فريسة أيها ونأس المستقبل القبلة قبلة يسوى قبل السنة وأن يكون أين نقضى ونأس المستنى مثل سنة ثم سنة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ويغتنب وغنم الدعاء أهل الخير أهل الخير كالدعاء ويحترز ويسكيل لي عن دعاء المظلومين
kuwa la dulmiyay ducadooda iyo habaarkooda waynu iska ilaaliyaa. Waxa uu leeyahay sheekhu waa yidhiisaa qofka taalibul cilmiga waxa u wanaagsan inuu fadhiisto dee markuu wax akhrisanayo markuu wax raacanayo mustaqbila alqibla isagoo qiblada qaabilsan xaggaa iyo qiblada inuu la jeesto. Waataan nii sheegay anagu dadkii aan soo gaadhnay waxka akhrisan jirnay xataa sheekhu markuu akhriyayo xaggaas uga soo jeesan jiray oo xaggan xataa lagama jeesay macalimi girbaankeeda sa intalaa ka soo jeesto ayaa xaggaa loo soo dhigi jiray. Marka la raacanayana qofkii raacanayaaba qiblada ayuu u jeesan jiray. Waxaana ku soo arooray qiblada qaabilitaankeeda xagga majaalista iyo fariisiyada dhowr xadiid baa ku soo arooray. Qaarkood ay darajat alxasan gaarsiyeen, qaarna ay daciifiyeen. Mitawarani baa usadka ku soo warinaya marfuuca sayidu lmajaalisi quwalat alqibla, majaalista sayidkooda iyo mudankooda waa qiblada qaabilkeeda, waa la daciifiya xadiidka. Laakiin mid sheekh albani markaa isagu taxsiininaya baa jiro ina sayid almajaalisi mastuqbila alqibla, majaalis iyo fadhiyaal waxa u mudan ka qiblada lala qaabilo. Tarqiib wa tarhiib yani taqriijka uu ku leeyahay buu xasan ku tilmaamay. Xadiid labaad baa jira, ibnu cumar baa lagu leeyahay, tabaraani baa isagaa wasadka ku soo saariyay kayrkiiba, waa marfuucu akramu lmajaalis mastuqbila bihi lqibla, majaalis waxa ugu khayr badan wixii qiblada lala qaabilo. Xadiidkiiana waa la daciifiyaa. Xadiidkaa saddexaadna ibnu cabaas baa warinaya oo xaakim iyo kayrkii ayaa laga warinayaa. Kan culimada qaarkood baa xasan ku sheegay ina likulli shayin sharafan, shay kastaa sharaf ayuu leeyihi, wa ina ashraf almajaalis mastuqbila bihi lqibla, majaalis waxa ugu sharaf badan kii qiblada lala qaabilo. Xadiidaasaa ku soo aroortay qaarkoodna markaa culimada darajat alxasan ay gaadhsiiyeen, waana arrintaa mawruuska ahee. Dee qibladina waa halkaa marka aynu salaadii la qaabilayno, qofku markuu dhimanayo la qaabilsiinayo, marka uu dhinto markaa loo jeedinayo halkaa ugu mudan weeye. Qur-aanka iyo markaa cilmiga in lala qaabilaana waa arrin wanaagsan oo culimada laga soo naqliyey. Mid baan maalin ku yidhi qur-aanka halkaa awla jeesay intuu tiir, ayaan ku yidhi war xaggan ula jeeso, rasuul dalil baad u haysa, hadda nin macalin xataa wax dhigu ahaa. Masaajidka dhexdiisa ahayd wa an yakuuna mustannan, waxa wanaagsan inuu ka sunno dhigto bisunnati nabiyi calayhi salaatu wasalaam, sunnaha nabiga salaas inuu ku dhaqmo oo sunnaha nabiga sunni u noqdo ayaa wanaagsan. Wayaqtanimu inuu ducaa ahli lkhayri, dadka ahlu khayrka ducadooda inuu qariimayso, sidii nabigu markaa uweys dawlahaa noo soo duceen. Wayaxtarisa can ducaai lmadmuumiin, inaad markaa dadka waaweyn, dadka waayeelka, dadka culimada inaad ka ducaysato oo ay kuu duceeyaan ayaa wanaagsan. Ducadaasa wax lagu helaa. Wayaxtaris can ducaai lmadmuumiin, ducada dadka madlumiintaana waa in la iska ilaaliyo. Maxaa yeelay qofka la dulmiyey ducadiisa iyo habaarkiisu dee mid mustajaaba weeye, ilaahay iyo iyada wax u dhexeeya ma jiro. Fawqa alqamaam baa ilaahay daro korkoodu kor u qaadaa. Waxa le walaa ansurannaka walu bacda xiin, dee adugu markaa qof wax dulmiyaa ha noqonin bay ka dhigan tahay. Wa xukiya waxa la sheegay waa masale markaa iyadana xaggaa qiblada un markaa sheekhu kaga waramayo aan wax weyni kusii sugnayn. Ana rajulayni kharaja fii talabi alcilmi lilgurba, laba nin ayaa waxay u baxeen cilmi doorasho lilgurba, meel markaa aan waddankoodii ahayno ay qariib ku yihiin bay u baxeen. Wa kaanaa shariikayn fi lcilmi, xagga cilmiga iyo barashadana laba shariik bay ku ahaayeen. Farajaca bacda siniina ilaa baladihimaa, sannada kadib ayay beledkoodii kusoo noqdeen. Waqad faquha axaduhumaa, midkood isaga oo uu fahmay diintii, walam yafqah ilaa akharu, kii kale ani waxba fahmin. Midda isagoo ka fadhido nina sheekh soo noqday ayay soo noqdeen. Fata'amala fuqahaau lbilaadi, waa u fiirsadeen arrinta. Wasa'aluu can xalibaa, bay weydiiyeen. Watakraarihimaa, iyo casharka ku celcelidiisi iyo raacashadiisii. Wa juluusihimaa, iyo fadhigoodii say u fadhiisanayeen. Faukbiruu, waxa loo warramay ana juluusa aladii tafaqah, kan niida fahmi fadhigiisu fii xaali tikraan, markuu raacanayo kaana mustaqbila alqibla, qibladuu qaabili jiray.
والمصر الذي حصل العلم فيه يا مقالدي وعلمي كهري ومراده ويسقو توسنا يره ايو جيسن جيري ولا قالوا كان مستدبر القبلة كان القبلة دبر كو جيدين جيري وجهه الى غير المصر مقالدي مرق علمي وكره ميل لهين بو جيو جيدين جيري فاتفق الفقهاء وحيسوافقين فاتفق العلماء والفقهاء على ان الفقيه فقهها ببركه استقبال القبلة بركه قال الله قال تاكيد علمي كو هرى إذ هو سمى في الجلوس وكمرقى سمى حق فريسيا إلا عند ضرورة وببركة دعاء المسلمين فإن المصر مجالد لا يخلو من العباد وأهل الخير كم مدنان ما يعباد عابدين هي رخير فظاهر أن عابدا من العباد هي دعانه في الهريك مسودعين وحوايا أرنطري وأرن مركا دي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقشيين وارين مركا دي أصل اي دي ليضا حيو انو عديث انو سوت المامة انه يردع فيهم وي أصل كروين ليضا حي انا يجرين وارين اسكوان اكسان لكن هديو قبو كتغو دي وحل اورنقر مركا علم جيبو كوايا اما فهم جيبو كوايا ماها وارين علماء مركا اسكي استناسيرون فهن كي إلهي بهرت بحية مركه وراء علم ووافتشن إلهي بيردنا بخير يفقه في الدين إلهي ووافتشن إلهي فهن كان إلهي بحية وحيرها دي أسباب تمرقى وحي وحنا حين وين وكين دورا لكن هو أرنى مركة علماء السيوقيمين هي المركة قبل هذا إلا قابلو أي مركة inoo ugu sheegay weey tan magaaladii markaa wax ka bartay qabilitaan geed ayada wax hadda ku soo aroorana sima jiro qibladana waa taa inuu arkayni wuxuu kiya waxa sheena rajulayn kharaja laba nin baa waxay u baxeen fi talab ilmi ilmi dooyday lil qurba li diyar al qurba meelay markaa qariib ku yihiin wa kana shariikeen fi al ilmi ma yahan farajaa ba'da sinina ila baladihi ma way soo noqdeen wal hal qadfa qwa ahadu min kul faqih lo diin di fahmi ولم يفقه إلى آخر كيك لو أحبا مفاهمين فتأمل فقهاء البلدة أي أوفر سي وسألوا عن حاله ما هو يبيدي حردو دي وتقراره ما يرى عشريك عن علمتي وجلوس ما يفليسي قودي فأخبروا وحا الله قوار ربي ضدك مركا إذا يسكو حلق إيا يسكو قورت أي حيان باو قوار ربي أن الجلوس الذي تفقه كامركا فهمي فقيها نقضي في حال التكرار حلق ومركا وحراء عني وحقصر يفليك سبوحها جلوس جلسو كان وحوها مستقبل القبلة أما أن الجلوساني دفق في عرضها كان وجه وثلاث تواصل هذا مستقبل القبلة حاله يا قبلة إسوه قابل صم يا والمصر الذي حصل العلم في إيام قال ذي علم يا كيرو دي مرأي سقوط حصنا والآخر وجلوس الآخر وحق الله قوره كان فلي جلسو كان مستقبل القبلة قبلة أيوه دمتشي دي وجه إلى غير المصر وجه جلسو قال ذي ميلا نحن وحكبرتي أيوها فاتفق الفقهاء العلماء والفقهاء وحيسوها بغير أن الفقيه فقهها إن الفقيه نقضي ببركة استقبال القبلة إذ ليس إذ هو السنة في الجلوس قبلة إلا قابلة واسية ولا أكثر حق فنية إلا عند ضرورة دي ضرورة إلا يمرها كي ينتمه يا رسالة ملا قد بضي وقلاء داخري يواد كتشي السنة وببركة دعاء المسلمين يا بركة دعاء المسلمين تا فإن المصر ما قال هذا مرقى ده وعبر تيم الدين والعلم جاهد لا يخلو عن العباد ده العباد إلى عبده كم مرنان ما يسوا وأهل الخير فظاهر أن عبدا من العباد هي دعاله في الليل هم ينقد دعاء يحلي دعاء الله أكبره فينبغي لطالب العلم وحوه بر الله يتهور بالآداب والسنن آدابتي السنة يا شئنا رفض يتصنن فإن من يتهور بالآداب آدابتك رفض يتصنن يحرم السنن سنة ياشا لقهوشن ومن تهون بالسنن كفضل السنة حرم الفرائض فرديالك لقهوشن ومن تهون بالفرائض ما حرم الآخرة حرم الآخرة آخرة هي لقهوشن وبعضهم قالوا على هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسره وحديث رسول الله خصوا هذا أي قركود إلى هذين وعشاقوا لا يهي وينبغي وارد هذه الحاد مهمة فينبغي وحب لطالب العلم ألا يتهاون إن رفض يتصنن بالآداب يا ربي أدبتها والسنن هي سنة ياشا إن رفض يتصنن
معي لو عز سلوية فإن من تهون بالآداب آدابتك فضيت صدام حرم السنن سنياش دي سقناضي أي اللقه الجنية ومن تهور بالسنن يدقف سنياش فضيت صدام حرم الفرائض فرائض بأي اللقه الجنية مدولي ومدو ديرو يهي إمك سرادها سنها هي دي وحي مركع حين دابو يهن فرالخا وحي لما يسترويهن مالتا قياما وحي كادن ما فرالخاقا سرادة النبي صلى الله عليه وسلم وشيكي سرادة قفك عماشة لغور حسابي سرادة سعادين لمنطو لا يعني بالوحفة سنة أمال ليه يهي هدو سنة ليه والله قول ما يسترعي حداد سي فرالخون كوكو بسطو فرالكي لواتك تريسا لكن سنة حداد الانسا فرالكي ليسا واكسي إلى شيء ومن تهون بالفرائض فرائض مرقى كفضي صدارة حرم الآخرة ثواب الآخرة دي أبا المرين دي آخرة أي مرقى كان لقوه تشري أيوائية مرقى وإن قفك طالب العلم السنة ياشا وكد ذالة إلا يحسك سوائن وكد ذالة وقيل وبعضهم قالوا على هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رسول الله إلهي كسقنا هذا وي أصل لما له رسول الله كبس له وهذا الك ولماذا يلهدينه وينبغي وحبنا يكثر الصلاة إنه بتصدق ويصلي وتؤدي صلاة الخاشعين فإن ذلك عون له على التحصيل والتعلم كاس أيهوك هالمين يا حسين يا كسب شذا علمي جيب أحبر الشذا وحقلوا شغل وينبغي وحها بون أن يكثر الصلاة إنه صلاة بتصدقك الشديدة صلاة السنة هي تضوع هذه إلى اليوم بديو ويصلي صلاة الغاشعين والذي هو خشوع صلاة ودرو تكذو فإن ذلك كاس صلاة خشوع لو تكذا عون له على التحصيل والتعلم حسرين ذا علم يبر الشدة كون بيقول غريسا واستعينوا بالصبر والصلاة كالميس بالين إمام الشافعي لا وحي إلى طلب العلم أيها كفد من صلاة يعني صلاة السنة أما السنة ياشا تحسن بري مركا قادة نبقى سنة ونسكرها عنه ونسكفر لناهم قلبي أكو مدواني مركا تعدد قادة طلب إلى حد وعلى البركة قارب قد أقول لعضيها أيضا كتاب كين بسجامع وكالي أيضا الله آخرين أيوه إسراء دي فرق لقيمون اليوطي نرد ما يسترع ودي ذا الشيخ فرح وذا الشيخ تقول جاي نقوح نراقي الميكروفونك نقم معاقي يعني وحوية وفضيت سيئة هي مركة أريد أسوأ نقود بالرقنتي مركة ديكو هندي اللغاتي لكن أتكتكتو معها مركة وإن قفك طالب العلم حسك إلهي كد ذالة وإن صلاة مركة سلق النبي صلى الله عليه وسلم وإن أيمن دونتا أنشدت للشيخ الجليل الزايد الحاجي نجم الدين عمر بن محمد النسف شعرا شعر الله يهي أي ليتريب كل الأوامر والنواهي حافظا واحد نغطى مد وحل لقو فري وحل لقو ديديبا إلالية وعلى صلاة مواظما صلاة مد إلالية ومد دائما ومحافظا أو إلالية واطلب علوم الشرع علوم دا الشرع طلب وجه الددال واستعن كالميصو بالطيبات وحيالها وناكسا تصير فقيها حافظا فقيه حافظا بعد نغطى طيب واسأل إلهك إلهك إلى واحد حفظ حفظك حفظك إيا هلك أدو حقوق من يسينك إلى اليوم راغبا أذيك ورجيني في فضله فالله خير حافظا إلهي أي أمرك خير بدل إلى اليوم وحوهي وحيني ومشدت وحليتني شعرا أولاي لشيخ الجليل الزايد الحاجي نجم الدين عمر بن محمد النسفي وعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن الغبال النسفي السمرقندي إمام فقيه وفاضل أبو هايو مذهب كي أدب تآذو يقانو كتب ظن مركع لفي نيه كتبين السوق علي وحك أمي ذا العقيدة النسفية أما أم البراهين عقيدة الشعرية مركع الآخر السنة أم البراهين تأصاب مركع كم لدخيد تضمن مركا جوار التوحيد كيوم بكوه رينج لي مركا نسفية الطلبات بيهانج زي أما أم البراهين بدل أمالك خريدة نسفين نسفية شيبانية أيها كوحي كتير بيجورية تضمن سهل
إن مركا شيخاس أي شعر لي هي ليتري وكل الأوامر شعر ربنا قيمة بدن بلي يكون وعطى نقطة للأوامر والنواهي وحل قفري وحل قدي حافظا من الإلهية أوحي لقفرين لك هاري وحي لقدي ديرك حد يرو وعلى الصلاة صلاتنا واحد نقطة مواضبا نتشوكتي ومحافظا إلهية هكتغين إلهي نوسي هيدو قدو واطلب علوم الشرع علوم ده شرع جنا طلب وجه الدلال ونمضى دخول بوسع من طيبات وعماش وناكسن أخلاق ده وناكسن واحد وناكسن انتنا كالما يصور تصير واحد نقوم دون تافقيها حافظا بعد نقوم دون طيب واسأل إلهك إلهك إلى واحد ويدي ستا حفظ حفظك إنه إلهي حفظك وكسيكو إلى لي قوة الحافظة وحق بشدة قوة داد وحقوق بلا يسبقوا حفظه يسير إلهيكو إلى لي هذا يكاخ الخشوة ديهان كله بعد نقوم ريسا راقبا أذيه والرقبا يموت فالله خير حافظا واقتباس فالله خير حافظا وهذا لك يعقوب سورة يوسف وقال أيضا أضيعوا وجدوا ولا تكسلوا وقتي هل كاس أيونا قد عي درس قال غير وش والله أعلم فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.